الناحيه الثانيه يا كابتن سامي، انت بتقولي النهارده ان جوزيلدو فيريرا ما قدرش المباراه بشكل جيد تكتيكيا، ما عجبنيش البدايه، ما عجبكش لما جه يرجع عشان يصلح كان دخل في هدف ودي المشكله. يعني الميزه ان انت تفضل مع الاهلي، لما تيجي تلعب النادي الاهلي عايز تكسب النادي الاهلي طول معاه قوي، ما يجيبش فيك اهداف طول ما هو انت مطول معاه، هو مضغوط طول ما بتطول معاه وتوصل معاه. حتى لو انت ليك افضليه، انا حسيت النهارده ان نادي الزمالك داخل وله افضليه الفوز بالدوري والفوز بالكاس، لو مدرب مستقر بقاله فتره مع نادي الزمالك، كولر برده استيل مدرب جديد يعني، فانت على الورق ممكن تبقى الافضليه لنادي الزمالك، ده ما يدكش الثقه النهارده انك تخش وتهجم وتشتغل. طريقه اللعب كتفت اللعيبه، ما طريقه اللعب تفرق معاك. انت النهارده لما بتلعب بطريقه اللعب العاديه بتاعتك انت بتكسر اي حد. حتى لو انت مش كويس بتعرف تكسب، زي ما حصل في مباراه سيراميكا، انت ما كنتش افضل وكسبت. صح ولا غلط؟ مباراه سموحه لو تفتكر، سموحه كان ممكن تجيب هدف بتاعت سيلا اللي جت في العرض وهو تحت البتاع، كان ممكن ما يكسبش. لكن كانت اللعيبه عندها حلول. النهارده لما تبقى انت متكتف، دي ده صعب، انت مش عارف تعمل ايه. انت لما انت بتستلم، بص المفروض في الكوره لما بتيجي تستلم انت بتبقى متحدد اللعيبه اكتر من حل عشان تطلع عليه. النهارده لا، اللعبه بتستلم مش عارف تعمل ايه. صحيح، لان هي الطريقه دي ما لعبتش بيها قبل كده. انت وبعدين النهارده لما تلاقي امام نص ملعب مع روقه مع الوردي المفروض اصلا دوره في ثلاثه يبقى وينج الجبهه، لما بتشتغل بالراجل الهاف ده مع الراجل اللي تحت الفيرود مع الباك فيعملوا جبهه. صح، الوردي ما بيعملهاش. صح ولا غلط؟ فانت كده وكانك بتلعب باتنين ست والمسدوس واقف ورا. صحيح، مش هيزيد بقى يفتح ويكمل الجبهه. وعمر جابر ما فيش حد بيسانده عشان يشتغل معاه كوينج. لكن النهارده لما تيجي تبص لعيبه اتكتفت، لما جيت الشوط الثاني لو تفتكر بدايه الشوط الثاني الزمالك ركب. الزمالك كان افضل، كان بدايه الشوط في بتاعه عمر جابر اللي في اول الشوط دي اللي جات له شاطه لولا علي معلول دخل معاه، وفي واحده جات لزيزو حطها فوق العارضه ببطن رجله، وتسديد زيزو اللي جت في القائم والضربه الثابته، حسينا ان الزمالك بدا يشتغل. لما انت فكيت التكتيفه نفس، عايز اتكلم على حاجه، مصطفى شلبي انت الماتش اللي فات كان معاك احتياط ما نزلتوش. ايوه، بتدي له ماتش زي ده، الماتش اللي فات ما نزلتوش، انت النهارده بتدي له ليه؟ كنت جربته على الاقل جزء في الماتش اللي فات. طب ما تنزل يوسف اسامه اللي هو اصلا كان لعب معاك ماتشات قبل كده، انت نزلت ورد يوسف في الاخر لما هو وشيكابالا. طب هسال بقى حاجه ثانيه خالص، السيد الجزير لما طلعه ليه؟ ما لسه هتكلم في ايه؟ انت مين الفرود اللي عندك؟ وسامسون فين؟ سامسون مصاب؟ مصاب. طب مصاب؟ طب انت مشيت ليه اصلا مروان؟ مشيت ليه عمر سعيد؟ انا قصدي، فانت النهارده لا، مش كل الفرق تلعب من غير فيرود. الفرقة النهارده الاهلي، معلش النهارده تلعب الاهلي بفرودين. صح؟ صح. لعب عليهم اثنين مساكين. خلاص هو عنده زياده انه بيلعب بفرود، فاصبح نص الملعب واخده. لان زوب بيضطر يعمل ايه؟ يروح نازل، فبينزل اصبح الجزيري عليه اثنين مساكين، فمش عارف يعمل ايه. فانت الفرق الكبيره اللي هي منظمه تكتيكيا، لا هي بتعرف تشتغل حتى لو لعبت فرودين على فرودين. صحيح. لو لعبت حتى بثلاثه على اثنين، الاثنين يعرفوا يقفلوا ازاي، الترحيل بتاع نص الملعب ازاي، فخلاص الخبرات الكبيره ما تلعبش ضدها بنفس الاسلوب اللي بتلعب بيه مع الفرقه الصغيره. مظبوط. فالنهارده عدم وجود فرود بره دي 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 صعبه. ما طلعت الجزيري خليت شيكابالا نزل. بص بقى لعب بمين؟ بزيزو، شيكابالا، يوسف اسامه، مصطفى. طب الناس دي كلها بتنزل تستلم، اصبح ما فيش فرود جوه ال 18، ما فيش حد بيساند عليه. فدي كانت مشكلة كبيرة النهاردة. طيب.